ذكي. هو فعلا الزلزال ممكن يدمر الدنيا؟ ايوه، بس الزلزال اللي حصل الفترة اللي فاتت كان خفيف وما حصلش اي حاجة. هو ممكن الزلزال يحصل في اي مكان في الدنيا؟ اكيد، بس في اماكن بيحصل لها زلزال اكتر من اماكن تانية. بصوا مثلا الخريطة ديت، الاماكن اللي فيها نقط صفراء هي الاماكن اللي بيحصل فيها زلازل قليلة، والاماكن اللي فيها نقط حمراء وخطوط حمراء دي الاماكن اللي بتحصل فيها اغلب الزلازل. الزلازل والهزات الارضية بتحصل كل يوم، وبيسجل العلماء حوالي 90 زلزال باليوم. فأنا نادر أول ما بسمع عن الزلازل يعني. صح، وده عشان بتكون أغلب الهزات ضعيفة جدا لدرجة الإنسان ما بيقدرش إن هو يحس بيها، وبتتقاس وبتتسجل بأجهزة حساسة جدا. والأجهزة اللي بتسجل الزلازل بيسموها سيموجرافات، وهي حساسة جدا وبتحس بالزلزال على بعد 20 كيلو. في درجات لقوة الزلازل بتكون ما بين 1 و12، ولو كانت الدرجة واحدة بس مش هنحس بيها، أما لو أكتر من كده ووصل 6 درجات مثلا فبتعمل دمار كبير حواليها. والكارثة بتكون لو زلزال قوته أكبر من كده، فبيحصل دمار شامل. طب هي الزلازل دي بتحصل ليه يعني؟ السؤال سهل بس الإجابة عليه بتكون صعبة شوية، بس هحاول أبسطها لكم. أولا، المياه الموجودة بباطن الأرض بتحفر كهوف مع الزمن، ولو وقع سهل في كهف من الكهوف الضخمة دي بيحصل زلزال ساعتها. ثانيا، القشرة الأرضية بتنزل وبتتحرك فبيحصل زلزال، وفي أسباب تانية وربنا يكفينا شرها.